السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زوار ومتتبعي مدونة الأمن للمعلومات. اليوم بإذن الله سنتطرق إلى الدرس 12 من دورة الـ HTML، وفي هذه الحلقة سأشرح لكم النماذج التي تضاف إلى لغة الـ HTML. كما ترى معي، ليس هناك موقع بدون نماذج. أي موقع يوجد فيه نماذج، يعني النماذج جد 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 مهمة، لذلك ركز معي في هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله. وقبل ذلك يجب عليك أن تكون قد فهمت أساسيات لغة HTML. إن لم تعرفها فهذا سيكون صعب عليك، لذلك أدعوك إلى بدء الدورة من الأول في مدونتي. نبدأ الآن على بركة الله. كما ترى معي، هذا هو ملف العمل الذي كنا نعمل عليه. هذا هو ملف العمل. سأقوم بمسح كل هذه الأكواد من الأول إلى آخر كود، ثم أبدأ بكتابتها من الأول، من البداية. نبدأ على بركة الله. وسم الـ HTML، ثم وسم دير، ثم نفتح، ثم أضع وسم، عفوا، وسم الـ HTML. أبدأ الآن أضع، ثم أكتب أي كلمة أو أي اسم، مثلا حسام، عفوا، ثم أغلقه ب هكذا، ثم أضع وسم الهيد، ثم وسم الهيد، ثم وسم التيتل. تكتب أي كلمة، مثلا ماي سيت ويب دو بوان انفو الأمل. ثم أتي وأضع كود الميتا، ميتا، عفوا، ميتا شار ست، في بين هاتي الوسوم أضع UTF-8، UTF-8. عفوا، أنا مريض الآن، مريض جدا. أغلق الهيد، أغلق الهيد، عفوا، هذا هو اسم إغلاق الهيد. ثم آتي وأضع نفس الوسم، أنسخه، ثم أعمل له لصق باست. ثم هنا أضع أسفل الوسم، أضع وسم البودي. سهل جدا، الأكواد جد 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 سهلة، فقط عليك التركيز معي لكي لا تقع في غلطة أو مشكلة. تضع وسم الفورين، وسم الفورم هو وسم جد مهم، وهو الذي سأركز عليه الآن. شاهد معي، فورم، ثم أكسيون أو أكشن، سأركز على هذا الوسم فورم. سأكتب أكواد، بعدها أشرح لكم ماذا يعني وسم الفورم وما هي خصائصه. أولا نبدأ على بركة الله في شرح وسم الفورم. وسم فورم هو وسم مهم، إذ أنه يحتوي على خاصيتين مهمتين، هما الأكشن والميثود. وسم الميثود يستعمل في إدخال عنوان الصفحة التي تريد إرسال إليها البيانات. فمثلا عنوان صفحتي أنا هو index.html أو info.html. أما وسم الأكشن هو
يستعمل في اختيار الطريقة التي تريد إرسال بها البيانات. هناك طريقتين، هناك الطريقة الأولى هي get والطريقة الثانية هي post. الطريقة الثانية أو الطريقة يستخدم هنا نضع وسم get. هذه الطريقة أو طريقة استخدام get أو وسم get يستخدم في محركات البحث. فمثلا شاهد معي، نذهب إلى محرك البحث جوجل ثم نكتب دورة ال HTML. نكتب دورة ال HTML ثم نضع الأمل للمعلوميات ننتظر إلى أن تظهر لنا الصفحة. ستظهر لك هنا أكواد، هذه الأكواد. ستسألني لماذا تعني هذه الأكواد. هذه الأكواد تعني أو هذه الأكواد هي عبارة عن بيانات التي قمنا بإرسالها إلى الصفحة. أما وسم بوست لا تظهر لنا هذه البيانات، تبقى لن تظهر لنا هذه البيانات كما ترى معي. إن استخدمنا وسم بوست لن تظهر لنا هذه البيانات، عفوا. ثم آتي هنا، آتي في الأسفل، أسفل وسم فورم، ثم أضع وسم الطابل، عفوا الكتاب بالعربية سأحول الفرنسية الطابل. سبق وشرحت لكم وسم الطابل، لا داعي لشرحه الآن كي لا تصبح حلقة طويلة جدا ومملة. نضع هنا، اختار أي رقم، اختار واحد، ثم أضع آلين، اسم آلين. أكتب سنتر. عفوا، استعمل محرر كومودو، ما زلت مبتدئ في هذا المحرر. أضع 50%، ثم وسم تي ار. ثم وسم تي دي ثم كول سبان ثم أضع 2 ثم أغلق. لا عفوا، أغلق ثم تكتب أي كلمة أو أي اسم. أكتب بلوجر أو أكتب فيسبوك. أكتب فيسبوك ثم أغلق. كما ترى معي، كول سبان ثم وسم فيسبوك ثم تي دي، إغلاق الوسم. أعيد كتابة وسم تي ار ثم في الأسفل أضع وسم التي ار هنا. أضع وسم التي دي ثم تكتب أي كلمة أو أي اسم تريده.
ساكتب انفو الامل، بعد ذلك انزل الى الاسفل ثم نفس الكود دي دي ثم اغلاق، تكتب اي اسم مثلا، اختار اي اسم مثلا يوتيوب، ثم تحت اسفل واسم تي اخ، واسم اغلاق تي اخ، اضع واسم تي اخ مرة اخرى وليس ليس واسم اغلاق، تي اخ اضع واسم التي دي مع نفسها، ساقوم بنسخ التي الكلمة هكذا، كوبي ثم كولي. أضعها أو أتركها، أتركها كما هي. أضع واسم التاب ثم في الأسفل أغلق البودي ثم أغلق ال HTML. واسم البودي مغلق، نقوم بحفظ الصفحة لنرى ماذا ظهر لنا. أعيد كما ترى معي النماذج، عفوا ظهرت لي، هذه هي النماذج كما ترى معي، ظهرت معي النماذج. كان هذا شرحنا لهذا اليوم، إن كنت مبتدئ في دورة HTML لا تنسى زيارة مدونتنا مدونة الأمن للمعلومات، ففي الكثير من الدروس كثير من الحلقات المهمة. إلى هنا ينتهي درسنا، أضرب لكم موعدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.